كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. مجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسم للكون أحلى الصور. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من اتبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أبدأ فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل أوقاتنا وأوقاتكم خالصة لوجهه الكريم، وألا يجعل فيها لأحد شيئا. ونسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يمن علينا بالإيمان وبالإسلام، وأن يجعلنا من حملة هذا العلم، ويجعل هذا العلم الذي نتعلمه مما يقربنا إلى الجنة لا مما يقربنا إلى النار يا رب العالمين. حديثنا يتواصل حول المسائل التي ابتدأنا بها في أول هذه الدورة، حول الصيرفة الإسلامية، وبالتخصيص على البطاقات المصرفية سواء كانت المحلية أو الدولية، وأحكامها الشرعية والمعايير الشرعية التي بها، ومن ثم انتقلنا إلى الحوالات. فهل يا ترى سيسعف الوقت لكي نكمل الاعتمادات المستندية باعتبارها طويلة؟ ولا أظن ذلك، لكن نسأل الله العظيم أن يبارك لنا في أوقاتنا. لكن كما يقال، الذي لا يدرك كله إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يبارك في هذه الأوقات. وحتى نربط بين ما أخذنا في ذاك الدرس وبين ما أخذنا في هذا الدرس، نحاول أننا نمر مرور سريع حول المسائل التي أخذناها، بحيث نستطيع أن نواصل اليوم هذا الباب، وهو باب مهم، وهو باب الحوالات. لأن كثير من الناس حقيقة الآن، أنا في الطريق حوالي ساعة من الزمان، وتاجر من التجار يسأل على مثل هذه المواضيع، والمشكلة أنه دائما يقول التقصير من طلبة العلم ومن المشايخ في إظهار هذه المسائل. هو التقصير حاصل أيضا، والتقصير أيضا حاصل من التجار، لأنهم لا يسألون عن أحكام دينهم. تجد الرجل يشتغل في البيع والشراء، أو في بيع الصرف اللي هو بيع العملة، بل والله في الحوالات سنين عددا، ثم لا يعرف من أحكام الشرع شيء، ولربما يقول أفتاني فلان وقال لي فلان. رأي المسائل يا أخواننا مسائل متشعبة. أضف إلى ذلك، نعيد ونكرر، إن هذا العلم وهو علم المعاملات إن لم يترجم إلى واقع عمل سيكون بعيدا عن التطبيق. يعني كثير من الأحكام الشرعية نقرأها وندرسها ونتمكن فيها، ثم في عند التطبيق لا يوجد تطبيق عملي، تضيع. يقال إن الإمام ابن حزم. من هو ابن حزم؟ نعم، الظاهري، هي أول كلمة، هو صاحب المحلة يا أخواننا، صاحب المحلة. يقال أنه وقعت له أخطاء في الحج. لماذا؟ لأنه لم يحج. كذلك أيضا كثير من الأحكام تجد الفقيه يتكلم عن صورة موجودة في الكتب دون أن يترجمها إلى عمل، فيقع في أغلاط عظيمة كبيرة جدا. وقد ذكرنا من المسائل يا أخواننا في المرابحات مسائل، أنه لما تكون هناك دفعة نقدية تعاقدية، وذكرناها في الأساسيات، يأخذ الدفعة النقدية ويحسب الربح على بقية المال الذي باقي، وهذا نوع من الربا المحرم، وكثير من المشايخ مازال يفتي بمثل هذه الأشياء. أيضا سمعت أحد المشايخ يفتي بالفيزا كارت، ما يعرفش معناها الفيزا كارت، كيف هذه الفيزا كارت؟ قال يأتي بمال ويضعه هنا ويحوله للبرة.
هذه توها قال له جائز. لماذا؟ لأنه لم يعلم فقه النوازل في مثل هذه الأحكام. جميل. نحن والله لسنا بذاك العلم الذي نظهر مثل هذه المسائل، وما قمنا في هذا المقام إلا من باب شعورنا بالمسؤولية، لا من باب شعورنا بأننا أعلم الناس أو أفضل الناس أو أحسن الناس، وإنما من باب شعورنا بهذه المسؤولية. الحولات يا أخواننا والمعايير الشرعية، طبعا تكلمنا احنا في الدرس الماضي عن الحوالة ماذا تعني، وهو الانتقال من موضع إلى موضع آخر، وقلنا أن الشرع هو عقد يقتضي انتقال ذمة دين من ذمة إلى أخرى. قلنا أن الحوالات الموجودة اليوم هل هي ترجمة للحوالات الموجودة عند السلف؟ لماذا؟ لأن الحوالة عند السلف أو عند الفقهاء هي حوالة الدين، حوالة الدين من ذمة إلى أخرى، ومثلنا لها بمثال. أما حوالة اليوم فليس بحوالة، هي نقل الدين من ذمة إلى أخرى. وتكلمنا على أن الحوالة تتميز على الكفالة وتتميز على القرض. أيضا تكلمنا على حكم الحوالة أنها جائزة، وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي هريرة الذي جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، ومن أحيل على ملي فليحتل، معناها من أحيل على ملي فليحتل، هي حوالة الدين. وقد أجمع العلماء على جوازها وأنها من محاسن الأخلاق. أركان الحوالة مرت معنا: محيل ومحال ومحال عليه وصيغة، محيل ومحال ومحال عليه وصيغة أو مال، هي أربعة كذا. والمال هو الخامس، الشيء الذي تريد أن تحوله. وذكرنا أحكامها، وقلنا أن الحوالة على قسمين اثنين. حوالة أولى شن تسمى؟ حوالة مقيدة. ما معنى مقيدة؟ قلنا التي قيد فيها كيف؟ من مال المحيل أو من مال المحال. يعني إني مالي موجود عند فلان، يا فلان الذي تريد مني المال اذهب إليه فخذ منه المال. ونعم سيأتي في شروطها. أما المحاولة المطلقة ما عنداش دين عند الطرف الآخر. إذن يا أخواننا هذه من محاسن الأخلاق، من أحيل على ملي فليحتل، هي حوالة الدين، ليست هي المقصودة بحوالة اليوم. جميل. ثم أنواع الحوالة مطلقة ومقيدة، وفي حوالة حق نسموها من باب المعرفة. ما هي حوالة الحق؟ هي حوالة دائن محل دائن بالنسبة إلى المدين. كيف هذه؟ كيف حوالة الحق؟ أنا أريد من فلان مال، نأتي نقول له: لا تطالب فلان، طالبني أنا، فيتحول الدين. مثلها يا أخواننا مثل المتوفى الذي يتوفى وعليه دين. مثال: يذهب إلى من دينه ويقول له: دينك الذي على فلان عندي أنا، الحق الذي تريده من فلان عندي أنا. حوالة الحق. جميل. طبعا اشترطنا للحوالة شروط. أي حوالة هذه؟ الحوالة الفقهية الموجودة. هذا باب يا أخواننا كان موجود في كتب الفقهاء لا يستعمل، نحاول الآن نستعمله بصيغة أخرى. شروطها: رضا الأطراف الثلاثة. من هم الأطراف الثلاثة؟ جميل. أهلية التصرف للثلاثة. إيش معنى أهلية التصرف؟ بالغ عاقل. شروط الأهلية التي يشترط فيها في أي معاملة من المعاملات: مديونية المحيل للمحال، أن تكون عليه دين. الشرط الرابع: قضية المساواة، أو تكون أكثر من الدين المطلوب منه. الغرض من الحوالة شنو؟ الغرض منها الحوالة
نقل الدين من ذمة إلى أخرى، أن ينقل الدين من ذمة إلى أخرى، هذه لها فوائد يا أخواننا. حتى الآن في الاستعمالات الناس لها فوائد كبيرة. طيب الآن أنا بنسأل سؤال حتى نستجمع الصور. المقاصة، المقاصة عندما تأتي بشيك وتضعه في مصرف، والشيك هذا من مصرف آخر، يقول لك هذا سيبقى في المقاصة العادية، ما أدري يعنونون لها بأحد وعشرين يوما أو عشر أيام، تريدها حالا، تريدها حالا، يقول أدفع 10%، أليس كذلك؟ موجود هذا أو غير موجود؟ ما حكم هذا العمل؟ ليش حرام أخي الكريم؟ من الذي قال حرام؟ شرط، شرط عليه؟ كيف شرط؟ الشرط كل شرط حرام؟ أعطوني علل. أحسنت، هذا بيع دين يا أخواننا. كيف بيع دين؟ لما يأتي شيك إلى مصرف ويقول لك في المقاصة، شو معنى في المقاصة؟ سينظر لك حسابك النظير لهذا الشيك في المصرف الآخر. الأصل أني مدام عندي حساب في المصرف هذا، المصرف مأمور بهذه الخدمة ويأخذ عليه أجرة الخدمة العادية، مدري كم قيمتها في بعض المصارف، 5 دينار، 3 دينار، 10 دينار، على حسب. لما تقول لي أعجل لك بدفع هذا المال في سبيل أنك تدفع 10%، يعني أبيع لك، أشتري منك هذا الدين، هو كم قيمته؟ 1000 دينار، ناخذ 100 دينار ونعجل لك به. هذا بيع الكالي بالكالي، مفهوم؟ الكالي بالكالي، بيع الدين بالدين، صورة أخرى من الصور الموجودة. لربما أنا عندي دين لدى جهة معينة، الدين هذا جهة حكومية، مش عارف شنو قلنا، لكن هي تتعلق بالحوالات. هذا الدين موجود في هذه الجهة، ما أدري متى يسدد لي الدين، خاصة في مثل هذه الظروف. جميل، ماذا أفعل أنا؟ نأتي إلى صاحب الدين، يقول لي نشتري منك هذا الدين بأقل، كم تريد منهم؟ 100,000، أعطيني 80,000 وخذ هذا الدين. ما حكم هذا الكلام؟ هذا ربا، على ما ربا، بيع الدين بالدين، لا يجوز. هذه مثلها في المعاملات الدولية، هناك بعض الدول تبيع النفط بعقود آجلة، يعني تبيعها بشيكات، عقود آجلة، يأخذ هذه السندات، ماذا يفعل بها؟ يمشي للبورصة، الأسواق المالية، يبيع هذه الديون في سبيل أن يأتي بأموال فورية، لأن غالب بيع النفط يكون بالآجل. مفهومة هذه الصورة؟ هذه هي أيضا محرمة، احنا ما أدري كيف تطرقنا لذلك. نعم، لا، هناك فرق يا أخواننا بين الجعلة، الجعلة أو الوكالة، وبين بيع الدين. قلت لجيبهم أنا، قلت لجيبهم، مفهوم؟ الآن مثال آخر الآن على ذلك، عندي سيارة ضايعة أو مشطاها الفضلاء، كويس، خداها، يعني هي سيارتهم هي وأنا بردها من سيارتي، المهم خداها منه، كويس. في فرق بين أن تقول من يشتري لي السيارة التي سرقت مني وهي عند فلان، هي تمنها 10,000 دينار، بتقول انت ضايعة، ضايعة، بحالي بخمسة، هذا شنو حكمة؟ ها؟ حرام. هذا بيع المجهول، السيارة المسروقة، الجمل الشارد، يقال ايضا العبد الآبق وغيرها من الصور. لكن لو قال لك شخص أنا آتي لك بهذه السيارة، أو قلت أنت من يأتي لي بسيارتي عند الجهة الفلانية، أو من يأتي لي بسيارة فله 1,000 دينار، شنو حكمها؟ هذه جعلة أو جعالة أو جعالة أو جعالة، جائزة، بانت لك الصورتين. نعم، احنا لو فتحنا، لا احنا قاعدين ما كملناش معاه، احنا ما كملناش معاه تو، ما كملناش معاه الجواب. هذا أمر، هذا أن الجعلة.
لو سألتني على هذا المستخلصات التي تأتي، إذا كان يشتغل في الجهة كما قال الأخ أو يستخدم في الجاه جاه، لا يجوز أن يأخذ أي مقابل على ذلك، وهي نوع من الرشاء المحرم. جميل، نمضي، لأن هذا الباب باب طويل جدا، أحيانا لا يسعنا الوقت لنذكر فيه كثير من المسائل الموجودة. رأوا ضروري نفرق بين العقود. لماذا دائما أقول أن تفرق بين القرض وبين الهبة وبين الهدية وبين الحوالة وبين الوكالة وبين البيع؟ الآن حتى في صرف العملة، ذاك اليوم في الدرس الماضي ما أدري من سأل قال لي ما حكم أن ناتي من جاري ناخذ منه فلوس دولار، ألف دولار، ياخذهم يبيعهم لكن ما عندهاش كيف يعطيه المال الآن، هذا شين حكمه شرعا؟ لماذا لا يجوز؟ يشترط التقابض، لأن ربا نسيئة، ربا نسيئة يشترط التقابض، وسيأتي الأدلة على ذلك الآن نعاود نذكرها بحيث لا تضيع على أحد. لو قلت له أقرضني ألف دولار جائز، ما الفرق بين الصيغتين؟ إيه، العقد وقضية الضمان وما يترتب على ذلك، ما أظن أن فيها إشكال. هذا الغرض من الحوالة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، ويترتب عليها براءة ذمة المحيل من الدين، هذه أمر متفق عليه أيضا. طبعا التطبيقات المعاصرة للحوالة، عندنا عدة تطبيقات، يعني لو تكلمنا على هذه التطبيقات، عندنا السحب على المكشوف اللي هو السحب على الأحمر، عندنا الشيكات السياحية تظهير الأوراق التجارية، عندنا السحب على الحساب وهو في رصيد، عندنا التحويلات المصرفية. نحن التطبيقات المعاصرة للحوالة وأقرب الشيء ولنريد أن نتكلم عليه ما هو التحويلات. قلنا هي التحويلات المصرفية، هي عملية نقل النقود أو أرصدة الحسابات من حساب إلى حساب أو من بنك إلى بنك أو من بلد إلى آخر. هذا الذي نريد فيه الحكم الشرعي. ونعيد ونكرر، أنا لا أتكلم على الوستر، يعني أنه جائز أو أنه محرم، لكن احنا أخذنا ذاك اليوم مثل من الأمثال، الخطوة الأولى في الوستر أو المانيجرام، الخطوة الأولى. لكن ما حكم الوستر ككل؟ كل مصرف وإجراءاته في ذلك، وعند هيئة رقابة شرعية إما تجيز وإما تحرم. جميل، مضمون عملية التحول مضمونها يا أخواننا أن يأتي شخص يريد أن يحول المال، وشرحناها بالكامل وقلنا الأطراف هما أربعة أطراف أو خمسة، أربعة باعتبار الأشخاص والخامس المال، وثم أتينا بهذه الصورة كيف يتم التحويل وعلى أي أساس. الآن يا أخواننا في هذه الخمسة الأشياء، هذا التحويل على ماذا يكيف؟ هذا الذي يهمنا اليوم. أي نعم، أنواع التحويلات المصرفية، في تحويل داخلي يتم عبر التحويلات الخطابية، يعني بالخطاب بالرسالة أو عن طريق الهاتف أو عن طريق الشيك، وفي تحويلات خارجية ويقصد بها نقل المصرف قيمة الحوالة من دولة إلى أخرى. هذه مع الأشياء الأربعة أو الثلاثة التي مرت، أيضا يضاف على الدولية خطابات الضمان والشيك السياحي. أهمية، طبعا أهمية، إن الثلاثة يعني ثلاثتهم مستفيدون من هذه العملية، ولا يحتاج إني نفصل فيها المصرف شيء كيف مستفيد والطالب التحويل كيف مستفيد، تكلمنا عليها إن شاء الله. من وجهة نظر إسلامية، هل ينكر الإسلام هذا الشيء أو أنه يحرمه أو يبيحه؟ الإسلام كما ذكرنا لكم في قضية من القضايا في الدورة السابقة، أن راه يتعاطى مع الأمور، لا يحرم مطلقاً ولا يبيح مطلقاً، إنما إذا كان هذا المكان أو كانت هذه الجهة هي التي تقدم في خدمات، إن كانت هذه الخدمات موافقة للكتاب والسنة جائز، إن كانت مخالفة للكتاب والسنة، وقد مثلنا لكم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما يتكلم ولله المثل الأعلى عن الصفات، كان يقول ننظر مراد القائل منها، إن كان المعنى حق قبلناه وإن كان المعنى خطأ رددناه، في قضايا الصفات ليست الأسماء. كويس،
للعلماء قلنا قولان في تكييف هذه الحوالة الموجودة اليوم. إما أن تكون كيفت القول الأول يكيفها على أساس الحوالة، أي حوالة؟ الموجودة عند السلف، يعني حوالة الدين. قال أقرب الصور لها أن الحوالة الموجود. بيا عم الشيخ شن دليلك؟ قال أول دليل لي أن أركان الحوالة الموجودون يعني في الحوالة التي عند السلف هي نفسها الموجودة الآن. وقلنا قد رددنا عليه بأقوال أن هناك مفارقات كبيرة جدا بين عملية التحويل في مفهومها المعاصر وقواعد الحوالة عند السلف من حيث الأركان. من حيث الأركان قلنا أن عقد الحوالة الذي عند السلف لا يتأدى إلا بوجود أطراف. من هي الأطراف؟ وجود الدين للمحال على المحيل. فالدين المحال به هو شرط انعقاد الحوالة. لو لم يكن هناك دين، الحوالة المعاصرة اليوم هل فيها دين؟ أبدا، هي خدمة، مال يريد أن يقدم في مقابله خدمة. واضح الكلام، وهو مذهب الجمهور. أيضا من أركان الحوالة وجود ثلاثة أطراف، المحيل والمحال والمحيل عليه، بينما في التحويل قد يوجد نفس الطرف، طرفين بس أو ثلاث. يكون الذي أمر بالحوالة هو نفسه المستفيد من هذه الحوالة. كويس. أيضا من حيث الأثار، من أثار الحوالة التي موجودة عند السلف أن يبرأ. شو معنى أن تبرأ ذمة المحيل من الحوالة من الدين، بينما في المصرف لا تبرأ إلا بالتسليم، بدليل أن المصرف إذا حول لك الحوالة وخرجت فيها خطأ وكان الخطأ منه هو الذي يتحمل، وإن كان الخطأ منك أنت التي تتحمل قيمة هذه الحوالة. من حيث التداول، يمكن أن الحوالة قابلة للتداول من جهة المحال لدائنه، وكذلك من جهة المحال عليه، في حين أن عملية التحويل غير قابلة. أنت غدوة أنا حلت على فلان على رمضان أريد منه مالا، فطلبني رمضان أنه قال لي شوف إنسان آخر، شوف إنسان آخر تريد منه دين، نطلبها من أخينا مختار، نقول له بالله أنا أريد منك دين وأريد أن أحيل عليك شخص، هل تقبل؟ يقبل. بينما في الحوالة لا يمكن حتى ترد الحوالة من جديد. تكييف عملية التحويل على أساس السفتجة. سبحان الله، هذا فقه السلف. والله يا أخواننا ما ترى من كثير من المعاملات إلا تجد لها عند السلف كلام، وهذا بركة علم السلف موجودة. لولا السلم الآن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لولا لما فتحت لنا أبواب عظيمة اليوم، ولا ما استطاع الناس أن يشتغلوا اليوم في قضايا عقود السلم التي مرت معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لحاجة الناس إليه، مع أن البضاعة التي تشتريها غير موجودة أصلا. يعني تخيل أن يأتي المزارع يبيع محصول بمقداره وبمكياله وهو غير موجود، ويقبض المال كاش يعني في مجلس العقد. سبحان الله، هذا الباب فتح أبواب عظيمة لمن جاء بعده في تكييف كثير من العمليات على ماذا؟ على السلام. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، وهذا ديننا الإسلامي يا أخواننا. اليوم الذي يقول بأن الإسلام لا يمشي مع المعاملات ولا يمشي مع العصر، وأن هذه البنوك وهذه المؤسسات وهذه ما موجود فيها أن لا يتأتى أن تمشي مع الإسلام، ينبغي أن تزال، هذا لا يعيب هذه البنوك، وإنما يعيب الإسلام. الإسلام صالح لكل زمان ومكان. كثير من الناس يسأل يقول المصارف أين من أين جاءتنا فكرة المصارف؟ صح، دخلت المصارف التقليدية إلى بلاد الإسلام في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20، لكن هل تعلمون أن الزبير كان له مصرف إسلامي؟ قالوا له أول من أسس مصرف إسلامي هو هذا الرجل، أو هذا، وهذا من السلف، أن أول من أصرف أو أسس هذا المصرف، وصار الناس يتعاملون آنذاك بكيفية ما يتعامل بها المصرف اليوم. مفهوم إن شاء الله.
السفتجة ما هي السفتجة؟ رجل يريد أن ينقل مال، وهذا كان عند السلف، من بلد إلى آخر، يتجنب مخاطر الطريق وعدم الأمان على المال، بل أحياناً لا يستطيع، هو لا يريد أن يذهب، لا يريد أن يذهب، يريد أن يسدد ما عليه من ديون في البلد الثاني، فيأتي إلى رجل، إلى التجار، فكان يعطيه المال سفتجة. ما معنى سفتجة؟ يعني يقرضه هذا المال على أن يوديه هذا الرجل من طريق وكيله في بلاد آخر. طيب ما الأجر الذي يأخذه هذا التاجر مقابل هذا التبديل؟ نعم، يشتغل بهذا المال، يشتغل بهذا المال نظير توصيلة في الجهة الأخرى. مفهوم هذا الأمر؟ الآن أقرب صورة لها المصارف. كيف المصارف؟ طبعا شرحناه في الدورة السابقة. سويفت؟ لا لا، خلينا من سويفت. لا 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 لا، ابدا ابدا، بعيد كل البعد. ما ادري، احنا خرجنا على المساق. المصرف الان، شوف نظير ماذا يقرضك المصرف. لما نحن نضع في الحساب الجاري اموالنا، انا وانت وفلان وفلان، ومرتباتنا تنزل، هل المصرف الاموال هذه ما يشتغلش بها؟ نعم، يشتغل بها. وهو في المصرف التجاري الربوي كان كاتب، في لما تفتح حساب انت وتقلب الورقة تجد ان هذه الاموال تكيف قانونا على انها ودائع، على انها ودائع، وديعة. يعني الوديعة شنيئة في الشرع يا اخوانا؟ امانة. المفروض المصرف لما توضع الاموال في الحساب الجاري، هل يجوز للمصرف ان ياخذ منها او ان يشتغل بها؟ لا يجوز. طيب المصرف الإسلامي ماذا فعل في هذا؟ جعل تكييف الحساب الجاري قرض تحت الطلب. ماذا يستفيد المصرف؟ أن يستفيد تشغيله. في المقابل ماذا استفاد صاحب الحساب؟ نعم، حفظ ماله، قدمت له خدمات بناء على هذا المال، أيضا تيسرت كثير من المعاملات عن طريق هذا الحساب. نعم، لا انت قرضت يا عم الشيخ، انا سلفتك 100,000. الان التاجر لما يعطي، لما ياخذ المال من مريد السفتجة وياخذه قرضا، هل يقول له الذي اعطى المال بالله نبي نسبة؟ ابدا. هذا انعكس العقد لما يقول له نبي نسبة، من قرض الى مضاربة. تشين اللفظ يا شيخ، اللفظ الواحد تدخل به الاسلام وتخرج به من الإسلام، وتكون زوجتك حلال وتكون زوجتك حرام بلفظ واحد، بعقد شرعي. ليش ندرسه في العقود احنا؟ نحن في هذا يا اخواننا نرجح ان، وبعدين ناخذ الترجيح في نهاية الدرس ايضا نؤكده، اخذنا ان اقرب التكييف للحوالات المعاصرة بعقد السفتجة. كويس، جاء من يرد على هذا الأمر ويقول إن عملية التحويل تجري بين بلدين أو بلد واحد. أنا كأنه يريد أن يقول أن السفتجة تجري في بلدين اثنين، بينما التحويل لربما يكون في بلد واحد أو في منطقة واحدة. أنت تبي تحول حساب من حسابك في هذا الفرع إلى فرع آخر في نفس البلد، فأجبنا على ذلك إن السفتجة فإن هذا الفرق لا أثر له. لماذا لا أثر له؟ ذلك لأن منع التعامل بالسفتجة على أنها قرض جلب نفعا هو أمن للطريق، لعل الاختلاف بين البلدين. فإذا انتفت هذه العلة وتمت كتابة أيضا السفتجة في بلد واحد يتم فيها الوفاء، فإن ذلك لا يكون قرضا جلب منفعة. هذا الوجه الأول. قالوا أيضا من الشبه الذي يرد هذا التكييف، قالوا بالنسبة أن التحويل المصرفي يجري بقيد محاسبي، بينما السفتجة يكتب التاجر كتابا لوكيله في البلد الثاني. قلنا بأن الرد على ذلك سهل جداً،
كيف الرد على ذلك؟ أن القيد المحاسبي يعتبر في عرف المصرفيين كأنه كتابة للدين، بدليل قلنا أن عند الحوالة إذا قيد العامل أو الموظف قيد بيديه بالقيد المصرفي اشتراء المال العملة المحلية بالدولار قيدها، فقال مجمع الفقه الإسلامي ماذا؟ أنها بمنزلة التقابض الحكمي وهو جائز. جميل، نعيدها ولا واضحة؟ القبض يا أخواننا لما يقول لك الإسلام ضروري من تقابض بين صنفين، هل القبض أن يكون دائما حقيقي ولا هناك شيء يسمى قبض حكمي؟ نعم، لا، هي لا أريد ذلك. هل بإمكاني اليوم أن أملك سيارة بعقد شرعي وأملكها بمواصفات معينة وهي في مكان غير المكان الذي أنا فيه؟ هذا إيش يسمى؟ قبض حكمي، يعني في حكم أنك قبضت هذا الأمر. القبض الحقيقي أن تأخذها وتركب فيها. القبض الحكمي هو كونك أن تصرفك والضمان كله أيضا يرجع عليك، مفهوم؟ أيضا في مقابلها قلنا لو اشترينا العملة أو اشترينا الذهب بالشيك المصدق، قبض حكمي يا أخواننا. لماذا قبض حكمي؟ الشيك عنده قيمة، وأيضا منع صاحبه من التصرف بخلاف الشيك العادي مثال يسحبه، أما الشيك المصدق قبض حكمي، مفهوم هذا الأمر؟ أيضا الصورة الثالثة، أيضا تكلمنا على الأولى والثانية، جينا لمسألة أخرى وهي مسألة اجتماع الحوالة إذا كانت بغير العملة المؤداة، يعني اليوم نعطوا احنا دينار ونحوله بدولار، هذه تسمى اجتماع الصرف مع التحويل، معاملتان في معاملة واحدة، بيع صرف. شو معنى بيع صرف؟ بيع المال بالمال، كويس. والأمر الثاني، الخطوة الثانية، التحويل. فلهذا يخطئ التجار اليوم في السوق الموازي لما يقول لا تبي المال في دبي، تبي الدولار في دبي بجنيه ونص مثال، وين جنيه ونص؟ بثلاثة دينار، حتى نمشي مع السوق الموازي الآن، كويس، بثلاثة دينار تبي هنا، لا، يعني يجمع أجرة بيع العملة أو بيع الصرف مع التحويل. مع التحويل، وهذا إيش حكمه؟ غير جائز. نحن لا نبحث على البديل الشرعي لهم، المفروض هم يسألون ماذا أفعل أنا خاصة في السوق الموازي. القضية يا إخواننا الآن كبرت في السوق الموازي حتى في قضايا التحويلات. الآن الذين يهربون في الوقود والذين يهربون أيضا في الأشياء الممنوعة يعرضون أموالهم وهي في الخارج، لماذا؟ لأن من يشتري منهم هذه الوقود ويشتري منهم بعض الأشياء المهربة لا يعطيهم كاش. طبعا في الدول الأوروبية ما فيش كاش، عن طريق ماذا؟ نعم، عن طريق البطائق، يعني يتعاملون بالبنوك. لا تجد واحد عنده مليون، ما صارتش في العالم أن واحد ماشي بمليون دولار يا أخوانا، الرائعون فعلوا ذلك، مليون دولار يمشي عادي جدا بيها أنا حتى مسك. لكن في الدول الأوروبية ما فيش واحد يحول عن طريق السوق العادي هذه المبالغ. ماذا يفعل هذا المهرب؟ يخشى أن يسحب هذا المال. كيف يفعل؟ يحاول أن يبيع هذه العملة في بلاد الغرب لبعض التجار هنا. هل يجوز اشتراء منهم أو لا يجوز؟ كيف لا يجوز يا أخوانا؟ ليش لا يجوز؟ ليش تحرموا يا أخوانا؟ نعم؟ أيوة، إذن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا تزعل يا أخي، أنا أسهل يا أخي، بارك الله فيك، لا بس لا بس، أنا أخفف بس شوية. وماذا يقول الإمام الذهبي في المغاربة؟ قال وفيهم زعارة ويبس، شراسة الخلق يا أخي. خيرك، وهو مش قصده مسكين، هذا الأمر موجود.
طبعا من المعلوم أن الصرف لا يجوز إلا إذا كان مقبوضا في المجلس، هذه ما يسميها العلماء الحلول الشرعية لمسألة اجتماع الصرف مع الحوالة. قلنا هذه المسألة قداش فيها قول يا أخواننا؟ ثلاث أقوال. ناخذك بسرعة وناخذ الأدلة، يعني مهمة أني احنا وقفنا هنا أخذنا مراجعة بحيث إذا جاء الأسئلة الآن واختار تختار وأنت مختار أيضا إن شاء الله. كويس، أنا لا يهمني الامتحان كثيرا أكثر مما يهمني الفهم. القول الأول، يرى صحة هذه المعاملة اجتماع الصرف مع الحوالة كما هي على حالها في البنوك. ليش يقول الدليل؟ قال على اعتبار أن الشيك أو الإشعار الذي يتسلمه طالب التحويل، شنو الإشعار؟ الورقة اللي تعطى لك. قال هذا يتسلمه طالب التحويل هو قبض حكمي قام مقام القبض الحقيقي، لكن يشترط في شرط واحد بس. ما هو الشرط؟ يقول يشترط أن يكون الشيك أو البرقية، الورقة اللي يعطوها لك، يحمل نفس التاريخ الذي وقع فيه الصرف. بعض التجار إيش يقول الآن؟ يقول لي نيه في السوق السوداء، يقول لي نيه مباشر، ناخذ منه من هنا وعميلة وكيلة يستلم من هناك. لو تأتى لك هذا الأمر فهنيا لك، لكن لو تأتى لك اليوم سيتأتى لك دائما، هذا لا يتأتى لك دائما. لو مباشر أنت تعطي والآخر يستقبل من هناك مباشر وكيلك فالأمر جائز ما فيش، لكن غالب الناس يا أخواننا يأتي تخير في الحوالات، كان تكون في يوم الجمعة مثال أو أي ظرف ما، أنت بعيد عن مكان أعطي لفلان أو رسالة أعطي لفلان كذا قيمة ووكيله الذي سيستلم هناك غير موجود، كيف الحل في ذلك؟ لن أعطي حل شرعي لكن سنتكلم عليه الحل الشرعي إن شاء الله. القول الثاني، يرى عدم صحة هذه المعاملة كما هي جارية في البنوك. الحل الشرعي يقول لها أن تفصل عملية الصرف كعقد بيع عن عملية التحويل. عقد البيع بروحها لوحده وعملية التحويل لوحدها، لكن شو كيف يتصور فيها؟ كيف هذا؟ وذلك بأن يجري المصرف في الحال على أساس التقابض الناجز بين الطرفين ثم يعيد طالب التحويل المال الذي تم صرفه، كأنه يقول له تبي مليون، هذا المليون بعته لك، أعطيني تو نحولها لك، هكذا يقول. هذا القول الثاني. كويس. القول الثالث، مفهوم القول الأول والثاني. القول الثالث، شوف القول الثالث ماذا يقول، جمع بين القولين، قال يرى وجوب جريان الفصل. نحن نرى جميعا أن تفصل عملية التحويل على عملية البيع، هذا باتفاق ما أظن أن أحد يختلف فيه. راه الدولار اللي بنبيعه لك بجنيه ونص، مش بجنيه ونص، خلوه زوز ونص، جميل، هذا الثمن. وعملية التحويل راني ناخد في ألف دولار، كل ألف دولار ناخد عليها كذا سواء نسبة أو مبلغ مقطوع. قال لك كما في القول الثاني إلا أنه يجيز القبض الحكمي في الصرف، مش حقيقي. بدل ما ناخد المليون دولار نحطه عندي أو المية ألف دولار أو الألف دولار نقول لك تفضل وترده لي أنت زي ما صاير في الذهب، لا، نقيد لك الألف دولار، هذا قيمته كم؟ جميل. كان يستلم طالب التحويل من المصرف شيكا أو إشعار، الورقة التي تعطى لفيها الرقم، كان يملك بقبضه القدرة على التصرف فيه بتسليم محتواه وتحويله. أنا بمجرد أعطيت لي الورقة المصرف ليس له قدرة على إيقاف هذه المعاملة. أنا الآن قدرتي لأني أحفظ الرقم الاسم ورقم السويفت يعني رقم التحويلة التي تعطى، جميل. منشأ الخلاف، ليش اختلفوا هم؟ ليش اختلفوا؟ اختلفوا في مسألة مهمة جدا دائما نتكلم عليها، هل القبض الحكمي معتبر في الصرف أو لا؟ طيب ماذا أخذنا احنا؟ معتبر القبض الحكمي؟ معتبر. إذا كان من أشياء معتبرة البطاقة، الآن البطاقة اللي فيها رصيد معتبرة فيها القبض، مع أن التاجر لم يأخذ منك شيئا، تاجر الذهب لم يأخذ منك شيئا في اليد، لكن مرور البطاقة على نقطة البيع تعتبر قبض حكمي. لو أنت جدلتني في ذلك نقول على هذا لا يجوز الاشتراء بالبطاقة حتى الديبت كارت، يعني
اللي موجود فيها أو المدفوعة مسبقا لا يجوز أن تشتري بها مالا أو لا يجوز أن تشتري بها ذهبا، لكن تقول إن قبض حكمي أنت. الأدلة، أدلة القول الأول، استدل القائلون حتى نعرف إحنا نمر عليها مرور كرام. أدلة القول الأول، استدل القائلون بصحة المعاملة. شنو هو القول الأول؟ لا لا، القول الأول قال جائز، اللي حاصل في البنوك جائز بأي صورة. شنو استدلوا؟ استدلوا أولا قالوا أنه إذا اتصل شخصيا وأمر بصرف المبلغ أو أنه ذهب في نفس اليوم يجوز له ذلك. قلنا لو تأتى في نفس اليوم التحويل هل فيه إشكال؟ في نفس الثانية في، لكن أحيانا لا يتأتى يا أخوانا، أحيانا لا يتأتى. قال أما إذا قام المصرف بتاريخ الشيك بعد شهر أو أبرق إلى المصرف الآخر بتسليم طالب التحويل المبلغ بعد شهر مثالا فلا يجوز. لكن الصورة هذه يا أخوانا الغالب غير متأتى. واستدلوا أيضا بالقياس على هو أثر جاء من عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عندما كان يأخذ النقود من التجار بمكة فيكتب، ماذا يكتب لهم؟ سفتج لهم إلى الكوفة أو البصرة. فإنما يحصل اليوم من أخذ البنك للنقود من طلب التحويل وتسليم الشيك بشرط أن يكون الشيك بتاريخ اليوم وسعر الصرف اليوم هو عين ما كان يفعله ابن الزبير. فإن قبض الشيك فإن قبض الشيك يقوم مقام قبض محتوى. قلنا إذا استلم في نفس اليوم، لكن استدلالهم بكلام ابن الزبير بعيد جدا. لماذا؟ لأن كان ابن الزبير بنفس العملة. جميل. نعم اي نعم، الاستدلال بكلام قول شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا قول رأوه طيب جدا وأيضا دليل على من يقول اليوم أن المرابحة باطلة في القبض الحكمي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الإسلام الأسماء تعرف حدودها ترى بالشرع كالصلاة والصيام والحج، وترى باللغة كالشمس والقمر والبر والبحر، وتارة بالعرف كالقبض والتفريق. وقوله المرجع في القبض إلى عرف الناس وعادتهم من غير حد يستوي فيه جميع الناس في جميع الأحوال والأوقات. كلما عد في عرف الناس قبضا فهو قبض. جميل. أدلة القول الثاني الذي قالوا لا يفصل عملية البيع على عملية التحويل لكن عينا يستلم بيده، استدلوا بحديث رواه مسلم في صحيحه عن مالك بن أوس أنه قال أقبلت وأقول من يصرف الدراهم، يعني من الذي يصرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرينا ذهبك ثم أتينا إذا جاء خادمنا نعطيك الورق، يعني الذهب الفضة. فقال عمر كلا والله لا تعطينه ورقة، يعني لا تعطينه الآن الفضة، إما أن تعطيه الآن أو لا تردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاهن وهاهن. شو معنى ها وها؟ خذ وهات. جميل. والبر بالبر، شنو هو البر؟ قمح. جميل. ربا إلا يعني خذ وهات، والشعير بالشعير كذلك، والتمر بالتمر. يعني وجه الدلالة إن عمر أنكر على طلحة تأخير السداد، قال لهات الذهب الآن وأتينا إذا جاء الخادم نعطيك الورق يعني الفضة، وهذا لا يجوز. واستدلوا بذلك، هذا استدل بذلك. قال أيضا إن صحة اعتبار الشيخ قبضا بالنسبة للحوالة فلا يمكن اعتباره ذلك قبضا بالنسبة للصرف الشرعي، كأنه لا يرى بأن قبض الشيخ أنه قبض حقيقي، وهذا تونا نرد عليه. أدلة القول الثالث، استدلوا بنفس الأدلة السابقة وزادوا عليها، واستدلوا على وجوب الفصل بالأدلة العامة التي تفيد عدم جواز بيع الحاضر بالغائب في الصرف والتي استدل بها أصحاب القول الثاني. لكن استدلوا على القبض الحكمي يا أخواننا في الصرف بما استدل به أصحاب القول الأول من قبض الشيك أو نحوه قائم مقام بدل الصرف، ولكن بشروط ثلاثة. يعني قالوا بهذا القول لكن زادوا عليه شروط ثلاثة. الشيك قالوا أن يكون الشيك مورخا بتاريخ اليوم الذي تم فيه الصرف، أن يكون المسحوب عليه مليئا يستطيع أن يفي بقيمة المبلغ المحول إليه. نحن خرجنا من هذه الثلاثة شروط، وماذا اشترطنا؟ شيك مصدق.
تخرج من الثلاثة هذه الشروط. القول الراجح، يبدو لي أن الراجح هو القول الثالث، وهنا يجب الفصل بين عملية الصرف وعملية التحويل، لكن نكتفي بالقبض الحكمي وهو عن طريق القيد المصرفي أو الورقة دون النظر. والقول الثاني القائل بضرورة التقابض الحقيقي في مجلس العقد تعسير على الناس وإعاقة لسير الحركة التجارية، إذ أن القبض الميسر في عصرنا هو الذي يكون في معنى الحس كالقبض، وهو الذي رجحناه هنا. في مسألة مهمة أيضا، قالوا بأن أنتم قستوا وقلتم الحوالة العصرية مثل السفتجة، صح؟ السفتجة شنو يأخذ في أجر؟ يشتغل بالمال. بياون الآن في الحوالة يأخذ في أجر، شنو الرد عليها؟ قال نقول إن أخذ المصرف عمولة على القيام بعملية التحويل لا يؤثر على تكييفها بأنها سفتجة، إن اشتراط أخذ العمولة فيه نفع للمصرف الذي هو مدين أو مقترض. الاشتراط أخذ العمولة فيه منفعة للمصرف كما سيأتي معنا والكلام عليه، خاصة أن عند منظومة وعند أجرة السوفت يعني الرقم الذي سيبعته، وأيضا عند مباني قائمة وعند أيضا الموظفين وعنده أمور أخرى وعند أجرة البنك المراسل. أيضا من المسائل هذه خلاها يمكن تخريج العمولة في القبض نتكلم عليها لاحقا إن كان في الوقت بقى فيه بقية، إن هذه العمولة بدل المؤنة التي يتكبدها المصرف مقابل قيامه بأداء عملية التحويل الوقت والجهد، ومن تلك إجراءات إجراءات القيود المحاسبية توسيط مصرف آخر يقوم المقام. أيضا من الأشياء التي يقوم بها ذكر الفقهاء ونصوا أن القاضي يستحق الأجر على كتابة الوثائق والمحاضر والسجلات، واستدلنا بكلام الأئمة أن للقاضي أن يأخذ وللمفتي أن يأخذ على كتابته للفتوى، فما بالك المصرف يقوم بهذه الخدمة التي فيها منفعة للمصرف ومنفعة للمستفيد ومنفعة للعميل، أيضا البنك يتخذ مقرا إلى آخره. لكن ذكرنا الضوابط، الضوابط أن تكون معلومة علما يرفع الجهالة المؤدية للنزاع. يجب على المصارف التي تشتغل بالعملية التحويل أن تذكر العمولة كم تأخذ، لابد من ربطها بالخدمة المؤداة طبقا للعناء والجهد، يعني يأخذ التكاليف الفعلية لا يغالي فيها، لا يأخذ فوق قيمتها، ولا مانع في هذه الحالة من أن يكون الأجر على أساس النسبة في المئة، يعني يأخذ 2% 3% 5% أو مبلغ مقطوع، بشرط أن تكون معلومة. الشرط الثاني أن تكون بالخدمة المؤداة، يعني الخدمة التي أقيم من أجلها. الشرط الثالث يجب أن لا يكون استحقاقها متكررا. شو معنى استحقاقها متكررا؟ لا تأخذ مرتين، ما تأخذش من هنا وتأخذ من البلد الثاني، ينبغي أن تكون مرة واحدة فقط حتى لا تكون وتشابه الربا في ذلك. نعم، المحذور في الربا إن الربا هو الذي يتكرر، كل ما يجي كل ما تتأخر كل ما يؤخذ عنك. الأصل في أجرة الحوالة تؤخذ مرة. الآن أنا اتفقت أنا وأنت على أن أنقل لك المال إلى بنغازي عن طريق سيارتي، كم أجرتك؟ 50 دينار. أخذت 50 دينار، لا يجوز لك أن تطالب الطرف المستفيد بأي قيمة زائدة. في مسألة أضطر أن أتكلم عليها اضطرارا، هي قضية أخذ الأجرة على الإيذاع والسحب، خاصة في مثل هذه الأوقات. ما هي أو ما أحكامها الشرعية في ذلك؟ هي صدرت فتوى لدار الإفتاء تندد أن البنوك يعني شقت على الناس وزادت عليهم الخدمات وزادت عليهم الأمر، وأن الأمر عقود إذعان إلى آخره. لكن أنا بنتكلمه من ناحية شرعية وبعدين بنتكلمه من ناحية فنية، ماذا يعاني البنوك. أما من ناحية شرعية أيها الكرام، إذا المنفعة قلنا أن الحسابات الجارية لما تضع فيها مالك على ماذا تكيف في الشرع؟ على أنها قرض حسن تحت الطلب، كويس. لما يأخذ الأجرة المصرف على الإيذاع أو السحب، كويس، المنفعة لمن؟ للمقترض أو للمقترض أو للمقرض؟ لمن؟ للمقترض.
وقلنا بأن كل قرض جلب منفعة فهو ربا إذا كانت المنفعة متمحضة للمقرض، أما إذا كانت للمقترض فالأمر جائز. الآن الأجرة هذه من يأخذ فيها، المقترض أو المقرض؟ المقترض، يعني على الباب الشرعي جائز أو غير جائز؟ جائز. هذا أولا، حتى في السحب، السحب أنت بترد دينك، أنا تو الآن الزبون برد ديني، اشترط علي المصرف أو اشترط علي اللي بيرد لديني إن راهو لما تجيني تقولي نبي دينك راهو بنحسبه لك وبنقدم لك خدمات، راهو بناخذ منك أنا يا إما مبلغ مقطوع أو نسبة. حتى يا إخوانا نستشعر بالمسائل الآن الشرعية، هذه فيها شبهة، فهمنا. القضية الثانية قضية فنية، نحن تكلمنا كثيرا أن الأجرة ينبغي أن تكون عادلة، أن تكون الناس فيها سواء، ما يكونش الزبائن اللي عندهم أموال ضخمة تعطيهم نسبة أقل واللي ما عندهمش تأخذ منهم أكثر، لأن إذا استوت المعاملة جاز. أما إذا كان فيها تباين بين أقوام وأقوام كانت ربا، لأنك أنت الآن اللي عنده فلوس هلبة مش حتأخذ منه، واللي عنده اللي ما عندهش مال بتأخذ منه، جميل. أن تكون عادلة بمقدار الشغل المبدول، هذا متفقين فيها. لكن أيضا أن نقول بأن المصارف قد توحشت وأخذت الأموال فلا، هي المشكلة أن هذه الأشياء حملت على الصيرفة الإسلامية. يعني إحنا في بلادنا الآن الوضع السياسي معلوم، لا يحتاج، لا يمكن أن توظف أموالا على الأرض. المصارف بعد قانون الإلغاء الربا وبعد الحالة السياسية الموجودة في البلد ما عندهاش المصارف وين توظف أموالها أو تستخدم منتجات يمكن أن تأتي بريع أو تأتي بإيرادات، جميل. أيضا يقول لك المصارف إنني أتحمل أموالا ضخمة، ما هي الأموال؟ قال لك من الأموال اللي نتحمل فيها إني نعطي في مبالغ طائلة جدا لوزارة الداخلية لكي تحمل مصارف، عقد إذعان من الدولة لدى المصارف. والمشكلة بأن الحرس اللي من الدولة لا يحرسون، يضطروا المصارف أيضا يعطوا في أموال لبعض الكتائب إرساليات يسموا فيها مبالغ طائلة جدا، هذا اثنين. وهذا كله محسوب أيضا باش نحمي لك أنا مالك، الإرساليات المال باش نرسل لك أنا المال لكي أنت وفلان وفلان يسحبوا مالهم، أن يكلفني في أموال ضخمة. أضف إلى ذلك التأمين، إن أمن لا يجوز، عندهم قانون أن ضروري أمن على الأموال في النقل، الأموال ضخمة يا أخواننا. وصلت الوثيقة طبعا قبل الحرب الماضية من معتيقة إلى من مطار معتيقة إلى مصرف ليبيا المركزي مليون وشوية، وثيقة واحدة في نقل مال، يعني قيم كبيرة جدا. حتى شركات التأمين الآن المال فوق النص مليون في بعض الفروع لا تؤمن عليه، يقول لك نص مليون ثمن الوثيقة للمخاطر الحاصلة. أضف إلى ذلك أن مصرف ليبيا المركزي جبر البنوك أن الودائع على الحسابات الجارية، الأموال في الحسابات الجارية، تأخذ عليها سنوياً 10% من قيمة الأموال لصندوق حماية أموال المودعين. يعني أنت حاط مالي عندك، يعني أنت يا زبون المال اللي حاطه عندي راه يكلف فيا أموال اللبدة، أنا معاش نبي أموال. في بعض المصارف يقول لك اللي يجيب لي شيك ما ناخذ منه شيء، شيك مصدق لا أريد منه شيء، واللي يتعامل إلكترونيا لا أخذ منه شيء، لكن اللي يجيب لي مال نأخذ منه 3%. بلاش، قال تكلفة نقل الأموال وحفظ الأموال زادت فوق المتوقع. فلا نظن أن هذا من باب الآخر اللي مبين له أن الأمر كبير في ذلك، لا ندافع عنهم، لكن أيضا الوضع كما ترون يا إخواننا شديد وشديد جدا، ينبغي أن يعلم أيضا مصرف ليبيا المركزي ينبغي أن يبدل هذا الأمر وهو قانون حماية أموال المودعين. يعني أنت عندك 1000 دينار في حسابك قعد لمدة سنة، ضروري أن مصرف ليبيا يدفع عليك، يدفع عليك أو المصرف العادي يدفع عليك 10% من قيمة الألف دينار. كم 10%؟ 10 دينار ولا أو 100 دينار يدفعها عليك كل سنة وانت لا تتحمل شيء، بينما لما يجي يسحب منك 3% تقول كيف انت، هذا ربي، هذا حرام، لان اعتمدنا على كل شيء ان يجينا مجانا لكن ما يجيناش بقيمة. هذا للعلم بس، وبارك الله فيك. كشوق الليالي لضوء القمر
كعشق اليبابي لقطر المطار نجيء وفي راحتينا الضياء نقاء وحبا لكل البشر نسابق نرقى وللغير نسعى ونرسم لكل